لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. كما كنت وعدتكم مني كنت بدل داك الميتر سيلندر، قلت لكم غادي نوريكم كيفاش غادي نبدلو اللي كيد ديال الفران. الزيت ديال الفران غادي نبدلوه، حيت هو كيتبدل كل عامين ولا كل 30 شهر، حيت كتولي فيه واحد النسبه ديال الرطوبه مع الرطوبه ديال الجو، داكشي الميديتي وداكشي ودوك التفاعلات مع الحراره والبروده وداكشي كي ديك الكاركتيريستيك ديالو ما كيبقاوش هما هذوك، وما كيبقاش يدير لنا الخدمه ديالو على اكمل وجه، لهذا خاصو يتبدل. حتى هذوك التيوات ديال الفران داكشي راه كيتبدلوا، عندهم واحد لا ديوري دو في ديالهم، ولكن حنا دابا غادي نبدلوا الليكيد ديال الفران. كما كتشوف هي هذه الريزيرفوار ديالو، حتى هي نحيدوها نغسلوها وداكشي. اول حاجه غادي نقومو بها غادي نحيدو هذا الفلتر، هذا نحيدو الدوريت كاع داكشي اللي كي يعني كشنا خاصنا نحيدوه، ونخويو الريزيرفوار، نخويوها من الزيت، نحيدوها غنغسلوها نعاودو نردوها ونكبو فيها الزيت جديده، ونمشيو للرويدات ونبداو نحلو بالوحده. غنبداو من اللور، غادي نحلو بالرويده بالرويده، وندير واحد تيو ترونسبارون واحد القرعه، ها هما نحتاجو التيو هذا وهاد القرعه هادي تكون نقيه وداكشي باش تبين لينا داك الزيت اللي كاين في السيركوي كي كاين، حيت كيكون موسخ. ونديرو زيت جديده بعد ما حيدت الفلتر وحيدت دوك الخيوط وداكشي، جات هاد السرانكة هادي ودرت ليها داك التيو كما كتشوفوا. هادي باش غادي نحيدو اللي كيدي الفران، نحاولوا ما امكن باش ما يقيسش لينا داك، يقيس لنا الطوله ولا يقيس الصباغه، حيت لقى الصباغه غادي نخلي فيها كيطيرها. نجيبو شي قرعه فاش غادي نديرو، كيما كتشوفو خويوها كاملة، نحيدو الريزيرفوار، نحيدو الريزيرفوار باش نغسلوها وداكشي. غنحيدو بعدا واحد الصفاية هو كاين الفلتر، باش ملي كتكب الزيت لكان شي وسخ ولا هادي تيحبسو. غنحيدوه نعاودو نشوف الفلتر بعد ما حيدناه. كيما كتشوفو عندو واحد الفرينات هنايا كتقعد بطورنوفيس وتهزي، هما هادوك اللي كيحبسو. نكملوا العمليه كما كتشوفوا، التيو درناه باش يمشي يدخل في هذوك البلايص اللي ما كتوصلش ليهم هاد السرانكا. نبقاو كتنخويو كلشي، هادشي نخويو ونحيدو الريزيرفوار. الريزيرفوار راه عندها حتى هي واحد السير كليبسه هو لتحت، نقعدو هادوك ونجروها عاد كما كتشوفوا. من بعد ما حيدنا الريزيرفوار هي راه كاع موسخ، كيبين داكشي كتبين حتى حاجه. دابا غادي نغسلوها بالماء صافي، باش نحكوها من برا غادي نحكوها بهاد الشيته، ومن الداخل نكبوا الماء ونبقاو نسدو هذه ونسدو دوك الثقبات هادو اللي للور، نسدو هادي ونبقاو نحركو فيها هكا مزيان صافي، تيحيد داك الوسخ. ونحطوها تشمش شويه باش ما يبقاش الماء، خاص ما يبقاش فيه داك الماء اللي حيدنا. اما بالنسبه للزيت اللي غادي نديرو،
نديرو هذا دوس كات غير بوان بيلسيون ديالو 230 يقدر يريزيستي حتى 230 درجة دوس كات. وهنا قالك كيتبدل على 30 شهر ولا عامين هاي، وراه كتكون مكتوبة في الريزيرفوار الزيت اللي غادي دير ليها. ها هي مثلا هنايا دوت كات، ها هي الدوت كات، كتمشي عند مول بيز داكشي كتقول يعطيني الدوت كات وتكون مزيانة. انا راه خدابة ايطرو، هادي نسيطرو وهادي نسيطرو، يلا غادي يكفاوني. ونغسلوا هاد الريزيرفوار، نمشيو نجيبو الماء بعدا باش غادي نغسلوها ونقادو داكشي. كما كتشوفوا دابا غادي نبداو نديرو هاد السيدة نحطو فيه الماء ونسدو هادو ونعمرو الاثنين ونسدو هادي تا هي ونسدو هادي كما كتشوفو. نخليو داكشي يخرج، نحكو شوية من الداخل كما كتشوفوها هي بدات كتنقى. بالنسبة من برا تنشدو هاد الشيكة ديالي تبقاو نحكو في الحكو. كما كتشوفو هي بدات كتنقى. نستمر على هاد العملية حتى نقيوها مزيان. الريزيرفوار ملي غسلناها نخليوها تتنشف مزيان باش يحيد منا داك الماء، وغنبداو نحلو في الرويد. نحلو هاديك الرويدة اللورانية بعدا، هادي نبداو بها حيت كاين سيركويات على حساب الطوموبيل. اش من سيركوي عندك، واش اكس ولا اي؟ هادي عندها اون اكس، هاد الرويدة مع هاديك وهاديك مع هاديك الجهة الاخرى. غادي نحلو دابا هاديك الرويدة اللورانية. بعد ما حلينا الرويدة الريزيرفوار هي نشفات وداكشي، نحاولو تاني ندير نكبو فيها واحد شوية ديال الزيت ونخلوضو ونكبوه، حيت تقدر تكون باقا شي قطرات ديال الماء ولا شي حاجة. ها كيما كتشوفو خاص ما يبقاش الماء، ما يبقاش كيما كتشوفو راه ولات نقية مع الضو. القرعة فيها الموديل تا هي ديال الطوموبيل باش كتعرفوها دوريجي. دابا ولات مخيرة كاع، ها نتوما كيما كتشوفو نقية. دابا غادي كيما قلت لكم نديرو فيها شوية الزيت ونكبوه، وغادي نركبو الريزيرفوار ديالنا تماك ونعمرو الزيت. عاد نمشيو نديرو ديك القرعة والتيو في البيرجور اللور باش نخرجو داك الزيت اللي كاين في التيوات وفي الميتر سيلندر. كيما كتشوفو راه كاين فيه الزيت، انا خاص هذاك الزيت القديم يحيد ما نخليهوش. كما كتشوفوا من بعد ما ركبنا الريزيرفوار وركبنا الفلتر ديالو وداكشي غنكبوا الزيت. هاد الريزيرفوار راه مقسم على جوج باش الا وقع شي فويت في شي رويده ولا هادي مثلا الرويده القداميه كتبقى تشد الاخرى، واللورانيه الاخرى الا ضاع الزيت من وحده كتبقى وحده. بحال كاين جوج ريزيرفوارات، الا كان شي فويت ولا شي حاجه كتبقى اخرى ديباني. بحال هادي دابا كاينه وحده هنا والاخرى، وهاد اللورانيه سيبار على هاد القداميه ها الفوق، حيت الزيت حتى كيوصل هنا الفوق عاد كيدخل للثانيه. كما قلنا السيركوي اون اكس، سيركوي اون اكس. دابا هادي رويده القداميه وهادي رويده القداميه، هادي اللورانيه هادي اللورانيه، كتبقى هادي وهادي ولا هادي وهادي. مثلا مشى لك هاد الرويدة مثلا هاد اللورانية ولات كضيع الزيت، غيخوا هاد الريزيرفوار ديال هادي، ديال هادي وهادي كيبقى. وكاينة اون اي بحالكم، هادي مع هادي وهادي مع هادي. اون اكس قلنا هوك، هادي مع هادي وهادي مع هادي. دابا نكبو الزيت
كما كتشوفوا تتعمل الريزيرفوار. وهاد الزيت هذا راه مزيان حيت كاين داك الضوء الطروه ولكن ما معيان وما كاتبين فيها في الريزيرفوار خاصك دير الدوت كات وسينتيتيك. هاد الزيت هذا مليح راه غالي على العادي وما راه كاتبين لك خاصك دير الزيت دوريجين ما ديرش داك الزيت العادي كيخرج لك على لي كوبيل وعلى السيلندر وعلى كلشي. اللهم الواحد يدير حاجه مزيانه ويبقى هاني كيحافظوا لك حتى على الميتر سيلندر والجلود وكلشي الماسطيرات السيلندر ريسيبتور. ايوا كما كتشوفوا من بعد ما عمرنا كما كتشوفوا راه خليت عمرت حتى باش دابا ملي غنمشيو الله وراح نلو البيرجو داكشي غادي يهبط هذاك الزيت ومره مره نراقبوا لا ينقص فين ما ينقص نزيدو باش ما يدخلش لينا البرد وما يبقى الفران طالع ما والو. ما كنساوش ديال اللومبرياج حتى هو كنركبوه تعاودوا تنساو تبقاو تكبوا يضيع ليكم الزيت ولا شي حاجه. دابا غنمشيو للرويضه اللورانيه بعد ما حيدنا هاد الكاش بوسيير كيكون في بيجو كنخشيو التيو ديالنا وكننفخو فيه خاص يكون داكشي ايطونش ونديرو في القرعه كما كتشوفوا هنايا ونحلوا البيرجور. نحلوا البيرجور بسيروت 11 يمكن نجيب سيروت 11 كما قلت لكم سيروت 11 وكتحل كما كتشوفوا الزيت طالع كنحضيو مع داك التيو لا يعاود يتنصل ولا شي حاجه توليو في مشاكل. دابا انا باش غنسرعوا هاد العمليه غنمشي نورك على البيدار ديال الفران تورك على البيدال بشوية بشوية كتديرها وداك الزيت راه تيخرج للور. نمشيو دابا نشوفو كما كتشوفو هاهو خاصنا تا ميبقاش لنا هاد الزروقية حيت واقيلا كان فيها الزيت زرق. دابا أنا درت ليه داك الزيت الأبيض كما كتشوفو راه داكشي خارج نستمرو على هاد الطريقة هادي كما كتشوفو هاهو الزيت بدا يبيض شوية. دابا غنمشيو نشوفو النيفو ديال الريزيرفوار نزيدو الزيت كما كتشوفوا راه خوا نزيدو الزيت شويه. ها هو كملنا النيفو تاني ديالها. بالنسبه للتيو هاد القرعه علاش كنديرو دابا باش ما يدخلش لينا البرد ملي كتورك على البيدار ديال الفران كيجي الزيت ولكن ملي كتهز باش ما يدخلش لنا البرد. علاش تنديرو هاد الطريقه باش بلا ما تبيرجي بلا والو كما كتشوفوا راه شي خير. كما كتشوفوا راه الزيت بدا كيصفى دابا صافي. دابا هاد الرويضه سالات حنا دابا دزنا للرويضه الاخرى انا غنمشي نورك على
القدار ديال الفران. ما كتشوفوه ملي كيبدا يتبدل اللون صافي كنحيد، ها هي تقريبا قربت تحمر القرعه. وكما كتشوفوا ما كاين لا لا برد لا والو. شو هنايا وشو هنايا، اللون صافي كيبدا يتبدل كيولي جاي للصفر، حيت هذاك الزيت الاخر بحال الصفر واحد شويه. صافي كنسدو البيرجور، نسدو البيرجور ونحيدو تيو، وغنمشيو ثاني للرويضه القداميه اللي جيت شيفو. بالنسبه لهاد الكوجونات هادو كيكونوا عاصين بزاف كما قلت لكم، الطريق كطلع فوق الرويضه هكا كتفورس عليه كيتحل دغيا بلا ما تبقى تعاقر معاه. كتفورس عليه كيتحل فوق راسها. هذه هي الطريقه السهله. تشوفوا دابا هذه الرويضه القداميه تاني. بالنسبه للبيرجور تنحيدو هاد الكاش بوسيير هذا وتنحلو، تنحلو ربع دوره ربع دوره كيبدا الزيت نازل، ما نحلوش اكثر من هكاك حيت لحلينا بزاف غيولي يتنفس لينا من هنا وغيدير لينا مشكل. وكما كتشوفوا راه الزيت دابا جاي، غادي نورك على البيدار ديال الفران. وما نساوش الريزيرفوار، مرة مرة نطلعو على الريزيرفوار نشوفوها. كيما قلت لكم هو دابا هنا باقي زرق، غادي نشوفو الريزيرفوار. الزيت ناقص خاصنا نعمرو تاني. هاد الرويضة هادي هي اللي بقات الأخرى، تا هي نفس الطريقة. بالنسبه للديسك باش تعرفي واش هي ولا لا خاصو ما يكونش مغورجين بزاف. شو هذا دابا كيولا دابا بحال هذا خاصو يتبدل بزاف، ومعاطينو تقريبا واحد الفالور كتقلب عليها واش 5 مليم ولا 6 مليم ولا على حسب، هاك يتكال خاصك تبدلو. وبالنسبه لكيفاش كيرجع هاد السيلندر هذا، حيت كيكون واحد الفوالاج هنا في الديسك، ديسك يكون بحال متموج واحد شويه باش ملي كتفراني نتايا كتورك هذاك السيلندر ريسيبتور تيورك على هاد البلاكيطه، وديك البلاكيطه تتجر هذه وتيوركو على الديسك بجوج وتيشد الفران. اما ملي كتحيد رجلك داك الفوالاج ديال الديسك داك واحد شويه راه كتبانها بالكومباراتور، كاين واحد لاباراي عندها واحد ليغو تتحط واحد هذيك هنايا وكتبدا تدور وكيعطيك الفوالاج شحال. هذيك هي اللي كتعبر لينا الديسك واش هذاك الفوالاج هو باقي فيه مزيان متكال ولا بحال. دابا الديسك خاصو يتبدل هذا، ان شاء الله المره الجايه غادي نشريو ونبدلو تا هو ونوريكم كيفاش الطريقه ديالو. ونبيرجيو هاد الرويضه تا هي كما كتشوفوا، نخرجوا منها داك الزيت. هو داك الزيت اللي حيدنا تقريبا راه شي ايترو ولا روب. شو داك الزبل اللي بقى في القرار، الزيت كانت موسخة بزاف. هاد الزيت يمكن معمره مبدل هادي ديال لاميزون. ايوا صافي دابا غنركبو الرويضة ديالنا وداكشي ناويو نشوفو. ودابا غادي ندوزو للومبرياج، مقلتش ليكم تا هي خاصنا حيت زيت وحدة هي والفران مشروكين في زيت وحدة كيما كتشوفو، هدا هو اللي غادي الميتر سيلندر ديال لومبرياج. وهادي هي السيلندر ريسيبتور، هي السيلندر ريسيبتور ديال لومبرياج. غادي نبيرجيو حتى هي كما كتشوفوا، حتى هي درنا لها نفس الطريقه في البيرجور والساروت ما كيبانش. دابا غندير الفلاش كما كتشوفوا، ها هو البيرجور وغادي نحلو حتى هو.
كيكون عاصي شي شويه دابا غادي نمشيو نوريكو على لومبريه الجايه شويه نوريكو عليها باش غادي يخولينا داك الزيت اللي فيها حتى هو كامل وتا اللي بغى يبيجي لومبريه هذه هي الطريقه منساوش نزيدو الزيت الزيت ضروري مره مره نطلعو على الريزيرفوار نشوفو شنو كاين انا دابا كنزيد فيه مثلا اللي بدل الجلود ديال لومبرياج ولا شي حاجه ولا خواتو بغا يبيرجي هذه هي الطريقه ثاني يدير هذاك التيو وهاد القرايع عادي باش ما يدخلش ليه البرد كيما كتشوفوا صافي ها هي عامره في الريزيرفوار اما البيدار ما خاصش تتورك عليها ديال لومبرياج بزاف شويه حيت كتبقى لاصقه حيت لهبطتيها بزاف غادا تلصق هكا كيما كتشوفوا خاصك تتقعد بشويه انا دابا راه حيت كيبان ليا داك التيو نبقى ندير تي كيما كتشوفوا راه تيبان صافي دابا ولا خارج الصفر غادي نحبسو كما كتشوفوا من بعد ما ساليت كبيت المعلة داك شويه زيت الفران لا طاح هنايا شي شويه وداك الشيء راه لا بدا كيطيح كتكبوا عليه الماء باش ما يطرش ليكم على الصباغه وداك الشيء ايوا هذا هو اللي كاين لومبرياج جايه من بعد ما بيرجينا وداك الشيء ردينا ليه داك كاش بوسيير زيرنا البيرجور صافي وتكومبليتي النيفو ديال الزيت ركبت هاد لاجوج هذا هو اللي كيشعل لكم البوله ملي كيتم الزيت الفران كتهبط ديك الفلوتور كتشعل لكم البوله ديال زيت الفران راه بحال هادي ها الاشاره كتشعل حمرا وهذا هو اللي كاين كنت باغي ندير لكم واحد التجربه كيفاش كيخدم الفران بغيت ندير لكم هاد السران كاع وداكشي كيفاش كيخدم السيلندر متر سيلندر والسيلندر ريسيبتو انا غادي ندير لكم كيفاش كتخدم كما كتشوفوا التجربه عمرت هادي وخليت شويه البرد باش نوريكم مني السيركو ديال الفريناج كيكون فيه البرد هذا هو المتر سيلندر هنا فين كاين الريزيرفوار وهذا السيلندر ريسيبتو مثلا ها هو زاكي شو ملي كان ابويان على الفران ملي كيكون فيه البرد شو واش كيوقع انا كنفراني انا حابس هاد حيت الهواء كيتضغط الزيت ما كيتضغط كشي ما كتشوفوها هذا هو البرد اللي كاين هنا ما كيخليش هذا يتدفع مثلا حتى هذا هي البيدارة ديال الفران ملي كتورك عليه هنا هذا ما كيتحركش هذا خاصو يرجع هنا باش يفراني لينا هكا ها خاصو يرجع كما كتشوف هكا باش غيفراني وداك الفوالاج ديال الديسك هو اللي كيرد لينا ملي كتفراني حتى وتحيد رجلك كيرد لنا الفوالاج هو اللي كيرد داك الزيت للريزيرفوار كي في بحال التموجات كيدفع هذاك السيلندر وداك الزيت كيرجع للريزيرفوار حنا غادي نحيدوا هذا البرد ونشوف واش يمكن نضغطوا ولا لا ها هو بعد ما حيدنا منه البرد وداك الشيء كما كتشوفوا واخا تبغي تضغطو ما يتضغطش انا حيت لافورسيت عليه دابا غادي يتنصل هذا ها هو اللي كيورك لينا على البلاكيت وداك الشيء باش كيفراني لنا الديسك كما كتشوف دابا ولا مزيان والفوالاج كما قلنا راه هو اللي كيرد لنا السيلاندر تيدفعو الماسطيره كيقولوا ليها الماسطيره هما الورا السيلاندر ريسيبتور لي تري فين كاين انا حاولت نقرب ليكم هادشي وصافي هذا هو السيستم هيدروليك ديال الفريناج ملي كتتورك على البيداره هكا السيلندر ريسيبتور
كيدفع لينا البلاكيت باش نشترون الديسك وليتريك تجرنا البلاكيت الاخرى باش هكا باش كتشد الرويده. اما ملي كيكون فيه البرد حتى كتورك حتى كتورك هذا كاع ما كيتحرك كاع ولا كيتحرك واحد شويه حيت كيكون البرد حيت البرد كيتضغط الزيت ما كيتضغطش كما كتلاحظوا كيدفع مزيان. هذا هو السيستم هيدرولي هو اللي كاين في الالات ديال الحافر وداك الشيء الفيرانات وداك الشيء بحال هكا. هذا هو السيستم ديالو. ومن بعد ما ركبت داك الشيء وهادي تتكب الماء على داك الزيت اللي طايح لك وداك الشيء اللي يعاود يطير الصباغه والبيداره ديال الفرن داك الشيء راه طالع من البلاصه ما تبقى لا تبيرجي لا والو كما كتشوفوا قاسحه من البلاصه. لومبرياج كذلك كتورك على حدا ترجع وصافي. هذا هو اللي كاين. ونتمنى من الله ينال الاعجاب ديالكم هذا الفيديو والسلام عليكم.